شكرا بشرى، مرحبا بك وبضيفك. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من عالم الصحافة بعد الفاصل. بداية هذه الجولة من صحيفة الثورة السورية، وجاء في عناوينها: قواتنا المسلحة تقضي في عمليات مركزة ودقيقة على العديد من مرتزقة النصرة بأرياف درعا وحمص وإدلب، الجيش يؤمن خروج 1000 مواطن لجأوا إليه هربا من جرائم التكفيريين في دوما، إرهابيون يستهدفون قوافل المساعدات وموظفي الأونروا في اليرموك. لليوم الثالث على التوالي مقابلة الرئيس الأسد مع صحيفة لتراني فونوفيتي تحظى باهتمام وسائل الإعلام التشيكية. خلال لقائه وجهاء ركن الدين ووادي المشاريع والكسوة اللحام، الباب مفتوح لكل من يريد العودة إلى حضن الوطن. بوغدانوف يبحث مع السفير حداد التحضير للقاء التشاوري في موسكو. ما جاء في صحيفة الوطن العمانية: الجيش السوري يؤمن خروج عائلات بالغوطة ويدك تجمعات الإرهابيين، الفلسطينيون يرحبون بخطوة الجنائية الدولية ويتعهدون بتوثيق الانتهاكات، استخبارات تركيا تخشى من 3000 متصل بداعش، إيران الاتفاق النووي يتوقف على الإرادة الحسنة للأمريكيين، وإلى الدستور الأردنية وجاء فيها: الناطق باسم الحكومة، الأردن لن يفعل شيئا يؤثر على استقرار سوريا. واشنطن، التحقيق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب مهزلة مأساوية. إلى الأهرام المصرية ونقرأ منها: قوة أمريكية بريطانية مشتركة لمواجهة التطرف. أوباما، المخابرات والمواجهة المسلحة لن تحل مشكلة الإرهاب، وإدماج المسلمين ضرورة. مرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة وطوكيو، السيسي يدعو الشركات اليابانية للمشاركة في المشروعات الكبرى. ما جاء في الخليج الإماراتية: داعش يتبنى تفجير سفارة الجزائر في طرابلس ويتكبد خسائر فادحة في العراق وسوريا. ومن جريدة المدى العراقية وجاء فيها: وفد الأنبار يغادر إلى واشنطن بعد تنسيق جدول الأعمال مع العبادي، استخبارات أنقرة 4000 تركيا مرتبطا بداعش والمئات منهم يقاتلون في العراق. أما الآن مشاهدين إلى عناوين صحافة العدو الإسرائيلي، والبداية منها أريتس: تنسيق وتعاون أمني واستخباراتي بين إسرائيل ودول عربية معتدلة. معاريف: ليبرمان تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية أجهض اتفاق تسوية مع مسؤولين عرب من وراء ظهر عباس. وزير إسرائيلي سابق: تحقيق في عملية الجرف الصامد تطور خطير بالنسبة لإسرائيل. والجنرال جلانت يصف قرار المحكمة الدولية بالمنافق. يدعوت أحرنوت وعنونت: نتنياهو يهتف كيري طالبا التدخل العاجل لوقف تحقيق المحكمة الدولية. وما جاء في موقع والا العبري: قانونيون إسرائيليون، تحقيقات الجنائية الدولية ستشمل سياسيين إسرائيليين. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين الصحافة المحلية والعربية، أيضا ما جاء في صحافة العدو الإسرائيلي. لنا وقفة ثانية معكم على مقتطفات من أهم مقالات الصادرة لهذا اليوم. عودة إلى بشرى واستكمال الحوار. شكرا لك تالا، عود إلى